وهذا سؤال يقول: هل يعذر الجاهل بأصل الدين وهو التوحيد أم لا؟ هذا فيه تفصيل. الجاهل إذا كان في بلاد الإسلام وعند المسلمين فإنه لا يعذر بالجهل، لأنه بإمكانه أن يتعلم، بإمكانه أن يسأل، لكن هذا يدل على أنه مفرط وأنه لا يبالي بدينه، فهذا لا يعذر، لأنه بإمكانه أن يتعلم، بإمكانه أن يسأل، وهو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ويسمع القرآن، ويسمع الحديث، ويسمع كلام أهل العلم، وهو بين المسلمين، هذا لا يعذر بالجهل. أما الذي ينشأ في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام، لا يسمع شيئا عن الإسلام، ولا يسمع شيء من كلام أهل العلم في بلاد منقطعة، هذا يعذر بالجهل، لأنه لم يصل إليه شيء ولا يمكنه أن يتعلم، فهذا يعذر بالجهل ويكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الذي في بلاد المسلمين ويسمع كلام الله وكلام رسوله، ويسمع كلام أهل العلم، ويقرأ الكتب، أو بإمكانه إنه يسأل أهل العلم ولكنه لم يسأل، فهذا في الحقيقة هو المتساهل وليس له عذر في ذلك، فهذا لا يعذر بجهله، لأن هذا يدل على عدم مبالاته وعلى عدم اهتمامه، لا لأنه لا يجد من يعلمه، بل لأنه لا رغبة له في التعلم ولا رغبة له في السؤال، هذا لا يعذر بالجهل.